مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة الليلة من سؤال جريء. حلقة الليلة بعنوان الولاء والبراء أخطر العقائد الإسلامية. الولاء والبراء، لماذا هو أخطر العقائد الإسلامية؟ لأنها عقيدة أساسية في الإسلام، هي الأساس الذي يوضع عليه أو الذي توضع عليه باقي العقائد الإسلامية مثل الجهاد. والجماعات الإسلامية المقاتلة أو الإرهابية أو الجماعات الجهادية وباقي الجماعات الإسلامية التكفيرية كلها تضع هذا الدرس ضمن الدروس الأولى في العقيدة، درس عن الولاء والبراء. وطبعا العامة من المسلمين، الناس البسطاء، لا يعرفون الكثير عن عقيدة الولاء والبراء، ولكنها أساسية كما سنرى في هذه الحلقة. والغاية من ذكر هذا الموضوع هو توضيح فرق هام وأساسي بين المسيحية والإسلام. هذا الفرق سأوضحه بمثال بسيط. خذ طفل صغير، علمه أن الله يكره مجموعة من البشر ويحب مجموعة أخرى من البشر. الله يحب المسلمين والمسلمين فقط ويكره غير المسلمين كيفما كانوا وكيفما تنوعت أديانهم وأفكارهم، لأن الكفر ملة واحدة في الإسلام. هذا الطفل سيكبر، تعلمه في الأسرة، في المدرسة، في الجامعة، في المجتمع، في كل شيء. عندما يكبر هذا الطفل، من طبيعة الحال والنتيجة الطبيعية أن يصير إرهابيا، لأنه الكراهية نمت وزرعت في قلبي ونمت وتفرعت ثم ولدت الإرهاب. خذ طفل صغير آخر وعلمه أن الله محبة، أن الله محبة، يحب جميع الناس كيفما كانت مشاربهم، عقائدهم، ألوانهم وأجناسهم، وأنه يمطر ويمطر على الأبرار والصالحين ويعطي شمسه للأبرار والأشرار، الصالحين والطالحين. علمه هذا الإله يحب جميع الناس. سيكبر هذا الطفل يسمع في أسرته أن الله محبة ويحب الجميع، وعلينا أن نحب الجميع كما أحبه هو الجميع. هذا الطفل سيتعلم هذه العقيدة في البيت، في المدرسة، في المجتمع، في الأماكن المحيطة به. ماذا ستكون النتيجة في الأخير؟ أنا متأكد أن هذا الطفل عندما يكبر سيكون شخص متفتح، متفهم، عارف، منفتح على الآراء الأخرى، لا يكره الناس، يحب الجميع ويسامح الجميع. طبعا هناك استثناءات لكل قاعدة، لكن بصفة عامة سيكون هذا الطبع هو الغالب. هذا هو جوهر من جوهر الفروقات بين المسيحية والإسلام. الليلة سنتعرف على عقيدة الولاء والبراء، أخطر العقائد الإسلامية. لنبدأ بتعريف بسيط من اللغة إلى الشرع. ما معنى الولاء؟ الولاء لغة، الولي في اللغة هو القرب، الولي هو القرب، ويأتي بمعنى الحب والنصرة في الولاء. إذا عندنا أول كلمة الولاء، هي الحب والنصرة في الولاء، يعني أن تحب شخص وتنصره، تحب هذا الشخص، تواليه، يكون قريب منك وتنصره، تكون مناصر له. والولاء شرعا في الإسلام، لما أقول شرعا معناه ما معنى الولاء في الإسلام شرعيا أو شرعا. الولاء في الإسلام هو حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. الولاء هو حب الله كما صوره الإسلام، وحب الرسول محمد، وحب الإسلام، وحب المسلمين. ثم طبعا ما دام هناك الحب والنصرة، نصرة الله ورسوله والإسلام والمسلمين، هذا الولاء. إذا الولاء هو حب ونصرة الله والرسول والإسلام والمسلمين فقط،
هذا هو الولع. طيب ما معنى البراء؟ البراء هو العكس. البراء لغة، البراء مصدر برئت، وهو من الفعل برئ بمعنى تنزه وتباعد، ولكن ليس فقط تنزه والتباعد، مع البغض والعداوة تبتعد عن شخص معين، لكن لا يكفي الابتعاد، تبغضه وتكن له العداوة. هذه عقيدة أساسية في الإسلام. والبراء شرعا، تعريفه شرعا في الإسلام، بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله، الأصنام، يعني أي شيء يعبد بطريقة أو ما، حتى لو كان حاكم يسن الأحكام من غير الله إلى آخره، بغض الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى من الأصنام المادية والمعنوية كالأهواء والآراء، وبغض الكفر بجميع ملله، وهي أهم جزئية في هذا الموضوع، وأتباعه الكافرين ومعاداة ذلك كله. هذا أخذت من موقع أهل الحديث، لأنه أحد المواقع الإسلامية التي تشرح العقائد للمسلمين وتنورهم في دينهم. إذن البراء هو التبرؤ من الكفر وبغضه، وأن تكن العداوة له، وليس الكفر كفكر لوحده، معه الكفار أيضا. الكفار ينبغي أن تبغضهم وتكن العداوة لهم. طبعا هذا التعريف سيقول لي بعض الأشخاص: ما دليلك من القرآن؟ ما دليلك من السنة؟ ما دليلك من التفاسير؟ ما دليلك من الفقهاء؟ وكعادة كل حلقة سآتي بالقرآن، بالتفسير، بالأحاديث، بأقوال الشيوخ صوتا وصورة. سأبدأ بأول شيخ في هذه الحلقة، هو الشيخ الطريفي. الشيخ الطريفي، وعندي شيوخ آخرين سآتي بهم في حينه. فإذا نستمع إلى الشيخ الأول في هذه الحلقة يشرح لنا الولاء والبراء، وهل أخطأت في تعريفه. تفضل، حط الفيديو. ما يتعلق بالولاء والبراء، الولاء والبراء هو ثمرة، وغرسه من جهة الأصل هو الحب والبغض. لهذا نقول: لا يمكن للإنسان أن يوالي أحدا إلا وقد أحبه موالاة تامة، ولا يمكن للإنسان أن يعادي أحدا ويتبرأ منه إلا وقد أبغضه. لهذا نقول إن الحب والبغض هما نواة الولاء والبراء، أن الإنسان يحب أحدا فيقوم بموالاته، ويبغض أحدا فيقوم بمعاداته. ما يتعلق بالولاء هو موالاة والقرب من أهل الإيمان، وقد جعل الله عز وجل لأهل الإيمان. وأما بالنسبة للبراء، جعلها الله عز وجل لأهل الكفر في ذلك، وهي على مراتب. إذن الموالاة هي لأهل الإيمان، والبراء هو لأهل الكفر، وهذه عقيدة أساسية كما قلت، وواجبة على المسلم. لا يصح إيمان المسلم دون الولاء والبراء. ينبغي أن يوالي، ولا يوالي فقط، ويتبرأ من الكفر وأهله، من الكفار أيضا. ما معنى يتبرأ؟ يبغضهم ويكن لهم العداوة أيضا. خلينا نشوف موقع ابن باز. ابن باز مفتي السعودية المشهور الراحل، ما هو الولاء والبراء؟ الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم، هذا الولاء، وبغض الكافرين ومعاداتهم، هذا البراء، والبراءة منهم ومن دينهم، هذا هو الولاء والبراء. ثم يستشهد الشيخ، يعني الكلام ليس من اجتهاد الشيخ من ذهنه، بل هو آية قرآنية أو استنادا على آيات قرآنية، كما قال الله سبحانه في سورة الممتحنة أو الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إبراهيم يصور في القرآن أنه مارس أيضا الولاء والبراء،
قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون منكم كبشر ومما تعبدون كأفكار وعقائد من دون الله كفرنا بكم. أهم شيء في هذه الآية الممتحنة أربعة: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن بناء على القرآن يستنتج الشيخ ابن باز يقول أن الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم. عندي شيخ آخر معروف الشيخ محمد حسان حتى تكتمل الصورة. الشيخ محمد حسان سيضيف ويشرح أيضا حتى يكون عندي أدلة كافية لطرح هذا الموضوع. هل يجب على المسلم أن يكره غير المسلمين؟ مسألة الحب والكره والولاء والبراء، الولاء والبراء ده أصل من أصول الدين، الولاء والبراء أصل من أصول الدين، بل لا يصح لك دين أصلا إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآية. إذن الشيخ محمد حسان يؤكد ما قلته أن الولاء والبراء أصل من أصول الدين، ولا يصح لك إسلام بدون الولاء والبراء، لا يصح. ينبغي أن المسلم يوالي المسلمين بمعنى يحب المسلمين ويكره الكفار، يبغضهم، يكن لهم العداوة، يخليهم أعداء. وطبعا هذا ليس إحساس فقط، وإنما شيء قلبي تنبني عليه تصرفات خارجية أيضا، أو كما يسميها الفقهاء أفعال الجوارح، مثل اليدين واللسان و إلى غير ذلك، مثل الجهاد، مثل القتل، مثل استباحة الأموال، مثل استباحة النساء إلى آخره. هناك أشياء تنبني، لذلك قلت هي الأساس، لأن هذه العقيدة تضع الأسس الذي ينبني عليه الجهاد وأفكار الجماعات الإسلامية. ما هو البراء؟ نعود أيضا لموقع آخر، أنا أؤكد كلامي حتى يكون يعني هناك من الأدلة ما يكفي لإقناع أي شخص، حتى لا يكون أي مراوغة أو أي هروب أو محاولة للتنصل من هذه الفكرة. البراء والولاء لله سبحانه، هذا من موقع طريق الإسلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين. أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ الله منه، كما قال سبحانه: كل ما تبرأ الله منه يدخل فيها كل أنواع الكفار. قد كانت لكم، كلهم يستشهدون بسورة الممتحنة آية 4: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، يعني هو المثال، هو الأسوة، والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. من موقع طريق الإسلام أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين الشيخ السعودي يقول: فالكافر عدو لله ولرسوله. أي كافر، أي كافر، يهودي، مسيحي، بوذي، هندوسي، ملحد، غير الكافر هو كل غير مسلم. الكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، هو عدو، هكذا كل كافر هو عدو، ويجب علينا أن نكرهه من كل قلوبنا. لاحظوا هذا من موقع طريق الإسلام، ممكن لأي شخص أن يذهب ويجد هذا الكلام: الكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، ويجب علينا أن نكرهه من كل قلوبنا. هذه عقيدة أساسية في الإسلام، نكره كل كافر، كل غير مسلم. معناه أنه المليار ونصف مسلم عليهم أن يكرهوا ويبغضوا حوالي 6 مليار الآخرين المتبقين في العالم، وعليهم أن يكرهوهم يعني ويعملوا كل الوسائل لكرههم وبغضهم. معناه أنه طالب سعودي يدرس في أوروبا أو في أمريكا
هو حتى لو سلم عليهم وضحك وابتسم معناه أنه في داخله عنده براء. هو يكره ويبغض جاره ويبغض أستاذه ويبغض طبيبه ويبغض الممرضة التي تداويه ويبغض الحارس ويبغض كل شخص، الشخص الذي يشتري منه. ولذلك لا نستغرب أن المسلمين في أوروبا وفي أمريكا يستحلون أموال هذه البلدان ويقولون يحل لنا أن نأخذها ويحل لنا أن نفعل ونفعل. لماذا؟ لأن الإسلام علمهم أن يبغضوا الكفار ويكرهوهم من كل قلوبهم، علمهم الولاء والبراء. يقول القرآن: يا أيها الذين آمنوا، وهذا من الموقع الطريق الإسلامي، أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بمعنى أصدقاء، بمعنى مقربين، تلقون إليهم بالمودة. يا هذه في الممتحنة آية واحد تبدأ بها، سورة الممتحنة تبدأ بهذا الأمر. وسورة المائدة 51: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بالأخص أولياء، بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوهم أصدقاء أو مقربين، بعضهم أصدقاء لبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لو تولهم أي مسلم، يعني اتخذ واحد يهودي واحد مسيحي حتى بوذي حتى هندوسي، اتخذه صديق مقرب صار منهم، يعني لم يعد مسلما صار كافرا. إن الله، لاحظوا الآية تنتهي بهذا الكلام: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم. لو أنتم عملتم هذا الأمر يا مسلمين، لو اتخذتم اليهود والنصارى أصدقاء بالأخص، ستكونون قوما ظالمين. من موقع طريق الإسلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين، يتحدث عن نوع آخر من الكفار ماذا ينبغي أن نعمل فيهم. أما الكفار المرتدون، يعني اللي كانوا مسلمين وارتدوا، هذا موضوعهم آخر، يعني الولاء والبراء شوية فيهم، فيجب هجرهم والبعد عنهم، وأن لا يجالسوا ولا يواكلوا. وذلك إذا قام الإنسان بنصحهم ودعوتهم إلى الرجوع إلى الإسلام فأبوا، وذلك لأن المرتد لا يقر على ردته، بل يدعى إلى الرجوع إلى ما خرج منه، فإن أبى وجب قتله. هنا مبقاش داخل في، لا يدخل الإنسان في الولاء والبراء، فإن أبى وجب قتله، وإذا قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يرمى. لاحظوا حتى في الموت، المرتد اللي ارتد عن الإسلام مثل حالتي وحالة الآلاف في العالم الإسلامي اليوم، وإنما يرمى بثيابه ورجس دمه في حفرة بعيدا عن المقابر الإسلامية في مكان غير مملوك، يعني يرميه كالجيفة، لاحترام حتى للإنسان في موته. هذه تعاليم الإسلام، أن المرتد كافر نجس، لا يكفي قتله، وإنما حتى رمي جثته. ما هي الأدلة القرآنية؟ الأدلة القرآنية موجودة بكثرة. النهي عن موالاة الكفار في سورة آل عمران 28: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. يا مسلمين، ما تأخذوش الكافرين أصدقاء من دون المؤمنين، لا، أصدقائكم يكونوا فقط من المؤمنين، لا يمكن أن تأخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، لاحظوا التحذير، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، طلعت من الملة الإسلام، إلا أن تتقوا منهم تقات. سنأتي إلى شرح هذه الثلاث مفردات: إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يحذركم الله نفسه، حذاري أن تقوموا بهذا الأمر، الله يحذركم نفسه. اوعى واحد مسلم يأخذ واحد كافر صديق. أنا أحذركم، هذا في القرآن آل عمران 28. تفسير علماء الإسلام، التفسير ليس من عندي،
تفسير الطبري لآل عمران 28 قال: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة. ما معنى وليجة؟ يعني ولج يلج دخل، يعني يصير داخل في المقربين. يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين، لا تتخذوهم أصدقاء بصريح العبارة، إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين. هناك استثناء. إلا ما هو الاستثناء؟ هي ما رأيناه هنا: إلا أن تتقوا منهم تقات. معناه إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين. لو كان الكفار ذو قوة، لو كنا في بلد وإحنا ضعاف كمسلمين، مثلا في دولة أوروبية الأغلبية فيها غير مسلمين، الأغلبية كفار، وممكن لو أظهرت العداوة والبغضاء سيقع هناك مشكل، فيظهرون لهم اللطف خارجيا فقط ويخالفونهم في الدين، وذلك قوله: إلا أن تتقوا منهم تقات. يعني بالعربي الفصيح: نافقوهم، ابتسموا في وجههم، لا تظهروا العداوة والبغضاء، واظهروا لهم المودة والمحبة، ولكن في داخلكم هناك كراهية وعداوة وبغضاء. لو كانت البلد إسلامية وحكم إسلامي، لا، حينها ممكن تبغضه وتظهر له العداوة والبغضاء. هذا هو الفرق. إلا أن تتقوا منهم تقات. لو كنت خايف على نفسك في بلاد الكفر، أظهر شيء واخفي شيء. ومن هنا جاء اسم التقية. والتقية في الحقيقة بعض الناس يقولون هي عقيدة شيعية، لا، هي مش عقيدة شيعية، هي عقيدة قرآنية، هي عقيدة قرآنية موجودة في القرآن، لأن اللي شرعها هو القرآن. اختلفوا في كيفيتها، وهل هي يعني شيء أساسي من الأصول أو من الفروع، هذا شغلهم، لكن نحن نجدها في الجذر، في القرآن، في الأساس، في الأصل، موجودة في القرآن. كيف اختلف السنة والشيعة هذا أمر ثاني، لكن هي عقيدة قرآنية. نسمع شيخ آخر، الشيخ وجدي غنيم، سيشرح لنا بالتفصيل الواضح الصريح ما معنى الولاء والبراء. فالولاء والبراء ركن من أركان العقيدة. يعني إيه ركن؟ ركن يعني أساس. أنت بتيجي مثلا في الحج والعمرة تقول إيه؟ إيه هي أركان العمرة؟ أركان، ركن: الإحرام، الطواف، السعي بين الصفا والمروة، الحلقة والتقصير. دي أركان، لو ما عملتش واحدة من دول باظت العمرة. لكن ما عملتش الضباع، ما فيش رمل، ما شربتش مش عارف منين، لا ده يعني دي مستحبات، لكن ما دام ركن يبقى ركن. فركن من أركان العقيدة من التوحيد الولاء والبراء، وشرط من شروط الإيمان. إزاي؟ يعني لا يصح الإيمان إلا إذا كان عندك ولاء وبراء. عشان كده لما تقول أنا مؤمن بالله، أقول لك عندك عقيدة الولاء والبراء. لو قلت لي لا، يبقى إيمانك ما ينفعش، يبقى إيمانك اللي أنت بتقول عليه ده ما ينفعش. لابد من الولاء والبراء. نعرف الولاء الأول والبراء. نعرف الولاء لغة الأول وبعدين شرعا، ونعرف البراء لغة وبعدين شرعا. الولاء لغة، إيه الولاء؟ كلمة الولاء في اللغة يعني إيه؟ يعني المحبة، يعني النصرة، يعني الاتباع، يعني القرب من الشيء والدنو منه. ولذلك شوف: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. احنا بنتولى بعض كده ومحبين بينا وبين بعض ولاية، احنا الاثنين، انا اخوك في الله وانت اخويا في الله. يعني ايه انا اخوك في الله؟ يعني تحبني، تنصرني، تساعدني، يعني في حاجات تعملها معايا وفي حاجات ما تعملهاش معايا. تعمل معايا ايه؟ المحبة والنصرة والمساعدة، وما تعملش ايه؟ الغيبة والنميمة والسب والشتيمة والقطيعة الى اخره. يبقى الولاية انك انت، احنا نقول الولاء، الولاء اللي هو المحبة والنصرة والاتباع والقرب من الشيء. طب ده شرع لغة. شرعا بقى ايه هو الولاء؟ عشان نشوف عندك عقيدة الولاء الاول ولا لا.
شرعا ايه هو الولاء؟ هو حب الله، احب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وخلاص كده، احب تاني مين؟ الصحابة، القرآن، حب بقى المؤمنون، تحب المؤمنون وتنصرهم، يبقى انت عندك كده ولاء. طيب والبراء، كلمة البراء يعني ايه؟ يقولك انا كنت مريض وبرئت، برئت من المرض. يعني ايه برئت؟ يعني المرض راح عني، المرض راح. فالبراء، البراءة او البراء لغة يطلق على عدة معاني: البعد، خلاص بعد عن المرض، التنزه، التخلص، تخلصت منه، العداوة، البراء، انا ابرأ، ابرأ من الفعل ده، اتبرأ من الفعل ده، ده الولاء، البراء لغة. طب والبراء شرعا بقى؟ شرعا انا كنت بقول لك ان الولاء هو حب الله والرسول والقرآن والمسلمين، يبقى العكس على طول. البراء هو ايه بقى؟ البراء شرعا هو ايه؟ انك تبغض وتكره وتبعد عن من خالف الله والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، واللي بيبغض المؤمنين الموحدين من الكفار والمشركين والمنافقين والفساق وهكذا. إذن لابد أن يكون عندك ولاء للمؤمنين وبراء من المشركين الكافرين. إذن لابد يكون عندك ولاء للمؤمنين وبراء من المشركين والكافرين، لابد لكل مسلم حتى يصح إسلامه. ويقول الشيخ وجدي غنيم: الولاء والبراء ركن من أركان العقيدة وشرط من شروط الإيمان، شرط أساسي. لو سألتك هل عندك ولاء وبراء وقلت لي لا، يبقى إيمانك ما ينفعش. المسلم اللي ما عندوش ولاء وبراء، محبة للمسلمين وكراهية وبغض لغير المسلمين، ما عندوش إسلام. هذا هو التعاليم الإسلامية بقرآنها، تفاسيرها وشيوخها، الكل يؤكد هذا الأمر. نيجي لواحد من التفاسير، شفنا الآية التي تقول في آل عمران 28: لا يتخذ المؤمنون اللي هم المسلمين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. وقلنا تتقوا منهم تقات هي التقية. نشوف تفسير الطبري ماذا يقول عن هذه الآية. يقول: إلا أن تتقوا منهم تقات، إلا أن تكونوا في سلطانهم، يعني تحت سلطانهم، فتخافوهم على أنفسكم، خايفين منهم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتدمروا لهم العداوة، يعني في داخلكم. هذا هو النفاق، النفاق الشرعي. القرآن يعطيك نفاق شرعي، نفاق من عند الله بالقرآن، نفاق إلهي مدروس. طيب وماذا يحذر إذا لم تقوموا بهذا الأمر؟ متى سرتم إليه وقد خالفتم ما أمركم به وآتيتم ما نهاكم عنه من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نالكم من عقاب ربكم ما لا قبل لكم به، فاتقوه واحذروه أن ينالكم ذلك منه فإنه شديد العقاب. هناك أدلة أخرى كثيرة، سورة الممتحنة الآية 1، النهي عن موالاة الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، الكافرون أعداء لله وللرسول وللمسلمين في عرف القرآن، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني كيف تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الإسلام؟ هذه الآيات القرآنية: يخرجون الرسول وإياكم، يتكلم عن كفار قريش، لكن هذه الآية تسري ويسري مفعولها على كل الكفار عبر كل العصور بحسب المفسرين وبحسب فقهاء الإسلام وعلماء الإسلام، مش من عندي، اذهبوا لأي تفسير، خذ أي تفسير. هذه الآيات
مفعولها يسري على كل الكفار وأي كافر كان. إذا لا ينبغي للمسلم أن يتخذ من غير المسلم صديقا أو خليلا أو مقربا أو شخص مقرب إليه، ينبغي أن يكرهه ويكن له العداوة والبغضاء، أمر إلهي قرآني بحسب الإسلام. خلينا أخذ الأخت مريم من سويسرا. أختي مريم أهلا بك. ألو، سلام المسيح معك أخي رشيد. سلام المسيح، تفضلي أختي. أنا مريم من سويسرا. أنا حب أنا اللي كتبت لك ميساج في على فيسبوك، لأن أنا فرحانة لأن تعمدت نهار السبت. نشكر الله من أجلك، مبروك. الله يبارك فيك، وانا فرحانه لان صار لي سنتين وانا بتسنى وباش ندير المعموديه وانا فرحانه. وانا حابه نقول لك يا اخي، يا اخي رشيد، نعم، المدير تاعي قال لي الاب اني لازم جوجيت لو ساتون، يعني برمي الكلام بتاع الشيطان وكل شيء. ما قال لي لا ارمي الاسلام، ولا ما قال لي لا ارمي كل الديانات. ولكن اللي بغيت نعرف علاش مسميني يا اخي لما واحد يدخل الاسلام يقولوا لي ارمي كل الديانات، عمرهم قالوا ما ارموا الشيطان. المشكلة يا ريت كان هذا هو المشكلة. احنا انا موضوع اليوم اعتقد اخطر، عندما يعلمك الله انك تحبين مجموعة معينة اللي هي مجموعة المسلمين وتكرهي باقي العالم، وطبعا الأغلبية هي غير مسلمة، فالأقلية ينبغي ان تكره الأغلبية. أنا عندي أصدقاء هنايا، بنات صحباتي هنايا في سويسرا متزوجين يا أخي، متزوجين مع الأوروبيين، وقالوا لا يأخذوا عندهم فلوس ويعملوا لهم الأوراق بتاعهم، وفي الأخر يقولوا عندهم لباس لعليمهم يقولوا لا هذا كافر خاص اللحو لأنك كذبت عليه، لأن باش ناخذ منه هذاك الشيء اللي بغيت. تماما، يعني أنا نافقته حتى أحصل على أغراضي، وهذا جائز شرعا. فوالا هذا هو النفاق بتاعهم. وبارك حياتك يا اخي. مبروك اختي مريم، ويعني ربي يباركك، واتمنى نكون. هل كنا اي سبب في ايمانك؟ اتمنى نكون. نعم، هل كان قناه الحياه وبرنامج سؤال جوهري سبب في ايمانك؟ نعم، ومع الاخ جعفر كمال، ويعني الحمد لله. طيب، ممتاز ممتاز. على العموم نحن فرحانين بعموديتك، والرب يباركك. شكرا اخي رشيد، شكرا لك. شكرا. ناخذ الاخت رشيده من فرنسا. اخت رشيده تفضلي. سلام المسيح خافك يا رشيد. سلام المسيح، سلام المسيح ليك اختي. العيد البركه ان شاء الله. بارك الله فيك، مبروك العيد. زولي في اللون. امازيغيه الاخت. ممتاز ممتاز. نعم، غنقول لك شكرا جزيلا على العهد نتاعك. العفو. على التاريخ مزيغا، كنت انا فرحة جدا جدا جدا. نشكر الله. سي بغيتي الله يهديك، غير كاين عندي الاسئله هذا النهار. ما نقدرش ندوز باسكو بزاف اخوان. نعم، على طريق بن زياد. نعم، طارق بن زياد الاسم تاعو ماشي طارق، باسكو دخل الاسلام بدلوا الاسم، مروا على الاسم تاع مازيغن. نعم، طارق بن زياد الاسم تاعو قناه الطقاس. هي كهنه قناه تهيا تملوت. الاسم تاعها تهيا تملوت. تهيا تملوت. تهية تملوت. أما وطارق بن زياد قلتي أنه اسمه أمازيغي. اسم تعود تقس. نعم، مازيغ. المشكل أنه يعني هذا موضوع آخر، لكن لا أريد تطرق له في هذه الحلقة، لكن أعدك بأن أقوم بحلقة عن طارق بن زياد وفتح ما يسمى بالفتح، غزو الأندلس المسمى فتحا، ويمكن نتكلموا على هل هو أمازيغي أم عربي، والخطبة المنسوبة إليه، و يعني ماذا قاله كبار المحققين في هذا المجال. شكرا يا أخي. ما تقدريش الله
الله يخليك خليني ندوز شوية كلماتي مازيغ. تفضلي تفضلي. السلام عليكم يا اسماء إمازيغن يا اسماء إمازيغن قرقرة ومغنيخ سناديس التاريخ أنا طارق بن زياد تقاس مازيغ الأحرار أتحم غدا انتغنات إني ويغري نتيني فاميلي ينسن أتكون دي لانتغنات أدعزم في التاريخ جيت الجزيرة أقاديني الفيلمات إمازيغن عقبة بن نافع موسى بن صاير فهو عقبة بن نافع أتسنمار التاريخ الموسن ذي ثموات الله الشمال أفريقيا أتسنم الإسلام من يعنى إن غمارة مغاري الله جنتن الملاكة إيمانكم تمني غتسلم من ميساجينو روح ميني ويغرين أصحاب الحسيمة أصحاب النظار روحهم غدا انتغنات عدم كنتعوان وملا انتغنات تفهم كوشي التاريخ مازيغان. شكرا لك أختي بارك الله فيك وأنا أطلب من كل الأمازيغ فعلا يروحوا على الإنترنت ويشوفوا الحلقة حتى يفهموا التاريخ الأمازيغي كله. شكرا. عندي السؤال على أختي هاد الناس يزوجوا مع الكفار غراسيا أمون باترون اليوم يعيشني هاد الكفار كنت أنا صغيرة الوالدين تاعي علموني على الكفار كنت أنا انتق صحبي للكفار هما الملايك هادي الكفار هادي يعطيني اليوم الحياة أولادي وأنا وهادي بعد فاميليا تاعي شكرا هادي ماشي الكفار أما هذا الشيخ كان يكلم بعد قليل هادي كفار ماشي الكفار هما الكفار شكرا نحن على العموم كمسيحيين ما كان سمي وتشي واحد كافر لأن هذا الاسم غير موجود عندنا في الكتاب المقدس ولا ندعي أي شخص لأنه الكافر كما وضحت في حلقة من الحلقات سؤال جريء إنه الكافر لا تعني فقط غير المؤمن ولكن تعني وضع اجتماعي يعني يعطوا وضع اجتماعي أقل من المسلم. شكرا لك أختي راشدة. كنت عند الأدلة القرآنية. الأدلة القرآنية كثيرة في وجوب موالاة المسلمين ووجوب معاداة أو البراء من الكفار. سورة الممتحنة الآية 4 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يعني هذو كانوا مؤمنين أو مسلمين في عرف القرآن إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإبراهيم في نظر المسلمين قال لقومه سأبغضكم وستكون بيني وبينكم عداوة حتى تؤمنوا بالله وحده ولم يقل هذا فقط لقومه بل قاله لأقرب المقربين منه وهو والده في سورة التوبة 114 يقول هذا الأمر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه هو البراء تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فإذا إبراهيم تبين له في عرف القرآن هذه القصة القرآنية عن إبراهيم لا علاقة لها بالقصة الكتابية عن إبراهيم نفرق بين الاثنين وما كان استغفار يعني إبراهيم استغفر لأبي لكن بعدما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يعني صار يكن لوالده العداوة والبغضاء يعني معنى البراء يعني صار يكن لوالده العداوة والبغضاء إن إبراهيم لأواه حليم فإذا كان لكم أيها المسلمون أسوة حسنة في إبراهيم اقتدوا بإبراهيم إبراهيم أبغض في الكتاب المقدس لا يوجد أي شيء من هذا الكلام إبراهيم لم يبغض والده بل بالعكس يعني ولا يوجد أي من هذا الكلام يعني أنه يكن لقومه العداوة والبغضاء لا علاقة لهذا الكلام بالقصة الكتابية لإبراهيم. خليني أخذ الأخ نبيل من هولندا. تفضل أخي نبيل. ألو أخ نبيل. السلام أخ رشيد. سلام. هل أنت نفس الأخ نبيل الذي يراسلني من هولندا؟
نعم هو أخ رشيد هو. إزيك؟ نشكر رب، نشكر رب. كل أتمنى إنه كل أحوالك بخير الآن وأمورك تحسنت. الحمد لله أخ رشيد، أشكر الله إنه وضعك في هذا المكان، اللي خصص في هذا المكان، استفدنا كثير منك. الله يخليك، ده إحنا مجرد أدوات صدقني. يا نقول لك أخ رشيد في مخصص الموضوع. نعم. إنه العقيدة والدين، الدين الإسلامي أعتقد إنه يعني غير صالح لأي مكان وزمان، لأنه يعني فيه يعني أبسط شيء هو الدم. الرسول بيقول لك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماؤه. صح، حديث واضح. يعني إذا حتم الأمر أن الإسلام سيطر، يعني حيقتلوا بعضهم بعض ويقتلوا الآخرين. نعم صح صح. إذا فما رأيك في عقيدة الولاء والبراء؟ نفس الشيء أخي، عقيدة الولاء والبراء أخي رشيد، ما أش غادي نقول لك أنا، ما هاد الشيخ يعني غادي هو اللي خرجني من هاد من الدين الإسلامي. نعم. هل يعني لو علمنا الناس، تخيل أنا نعلم ولدي إنه لازم تحب فقط المسيحيين، أنا لو أعلم هذا الأمر لابني، أنا أعلمه أنه ينبغي أن نحب كل الناس كيفما كانت أديانهم كيفما كانت أعراقهم، لكن تخيل فرضا أنا أعلم ابني ينبغي أن تحب المسيحيين فقط وتكره غير المسيحيين كيفما كانوا، هل هذا تعليم يبني المجتمعات، يزيد بنا إلى الأمام، يقدم يولد خلافات؟ طبعا التعليم يولد خلافات. حتى احنا في الدرس اللي قدمته الاسبوعين اللي فاتت على شمال افريقيا، دمروا حضارتنا، دمروا كل شيء. نعم. خلونا يعني ما نعرفوا مين احنا ومنين جينا، خلونا يعني ضايعين. صح 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 اخ نبيل. وانا اعتقد انه الى الاسلام سيطر على العالم انه حيكون دم وهلاك لكل المجتمعات. نعم صح. حتى المسلمين انفسهم. صح صح. وهذا ما يقع حتى من عقيدة الولاء والبراء، لأنه عندما تعتبر أنه الولاء للمؤمنين والبراء من الكفار، من هو المؤمن؟ كل جماعة في الإسلام تعتقد أن هي الفرقة الناجية وهي المؤمنة، فيصير السنة يعتبر الشيعة كفار، فإذا لازم نطبق فيهم البراء، والسنة داخل السنة يصير السلفيون يعتقدون أنفسهم هم المؤمنون، وباقي الجماعات يعني ربما يختلفون مع بعض الفروع وربما يكفرون البعض مثل الصوفية وغيره. لذلك قلت لك أخ رشيد أن عقيدة فاسدة. نعم. المهم أشكرك أخ رشيد على البرنامج، أشكرك كثير. أشكرك أخي نبيل على الاتصال، وربنا يباركك ويكون معك. آمين. آمين. شكرا. شكرا. الأخت حفيظة من سويسرا، أهلا بك يا أختي حفيظة. سلام المسيح أخو رشيدة. سلام المسيح. كي دايرة؟ مازالك نجمة رشيدة. لا بس دار. شوف أنا بغيت نشارك أخويا غير الفرحة ديالي، بغيت نشاركها معك. نعم. لأنني درت الباطين ديالي بلا كومينيو من نهار السبت. مزيان، مبروك 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 أختي. وفرحانة بزاف بزاف، وليت من جديد. والفرحة ما سيعانيش، وفضل لك يا خويا رشيد بعد الرب. العفو العفو. وفي هذا الاختبار ديالي كله من اللي درت، وحتى هالسبت من اللي درت الباطن ديالي، وكنفكر فيك وكنفكر داك الشيء كاع اللي تعلمته منك. العفو. وجد فخورة. بارك الله فيك اختي حفيظة. انت فرحتيني دابا اكثر، يعني شكرا لك لانك فرحتيني. اخويا كنت انت اخويا رشيد حاضر معايا في ديك في ديك في فتك الحفل، نقولها لك من قلبي والله، إلا كنت حاضر معايا في قلبي وفي كل شيء. بارك الله فيك في الإيموسيون ديالي والدموع ديالي يفو فايماجيني. بارك الله فيك أختي حفيظة، ربي باركك، فرحتين هاد النهار. هاد حلقة هاد اليوم هذا خصصته غير باش نهضر معك على هاد الشيء. شكرا شكرا شكرا، مبروك مرة أخرى. كنت كان عرف نزغرت كون زغرت لك. الله يحفظك اخويا. وبالمناسبه واحد في المغرب اتصلوا بيا عائلتي بداك البرنامج اللي درتي على الامازيغ. نعم. راه غاديين في الطريق باش ياخذوا الطريق ديال الحق.
امين امين. حيت حلوا عينيهم في ذاك البرنامج عرفهم على شي حاجه اللي ما كانوش عارفينها. امين. ربي يستخدم كاع الوسائل باش يجيبهم لعنده، لانه فعلا حنا ضحكوا علينا وخلوا عينينا مظلمين ما كناش شايفين. شكرا 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 بزاف بزاف. العفو العفو اختي حفيظه، وربي ربي معك. يعني دعوني اكمل فقط بعض الامور ويمكن اخذ مكالمات اخرى اكثر. اذا الفكره في القران انه ابراهيم كان هو القدوه في تطبيق عقيده الولاء والبراء، والتفسير يؤكد هذا الأمر. أنا ذهبت لتفسير الطبري لتفسير سورة الممتحنة الآية 4، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذه الأمور اللي هي الولاء والبراء التي ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم، ترك الصداقة، إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك. هذا كان استثناء، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبي عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له. كان إبراهيم وعد والده أنه يستغفر له، لكن لما تبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول تعالى ذكره، يقول الطبري: فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله فتبرأوا من أعداء الله من المشركين به، ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرأوا عن عبادة ما سواه، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء. خليني أسطر على أظهروا لهم العداوة والبغضاء، طبعا لو الدولة إسلامية، لكن لو كانت الدولة غير إسلامية ويخاف المسلم على نفسه ينبغي أن يظهر لهم النفاق، العداوة في القلب إلا أن تتقوا منهم تقاة، العداوة في القلب لكن الابتسامة على الوجه، يعني ويمكن المصافحة ويمكن كل هذه الأمور. الإسلام هذا تعليم إسلامي، تعليم قرآني، والطبري يؤكد كلامي، يعني لم آتي بأي شيء من عندي. خليني أخذ الأخ مصطفى من أوروبا. الأخ مصطفى تفضل. ألو أخ رشيد. تفضل أخي مصطفى، أهلا بك. أهلا بك رشيد، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. أشكرك كثيرا، هذه أول مرة تتصل بالبرنامج وأنا أشكرك كثيرا على هذا البرنامج يعني الجيد جدا. مرحبا بك، مرحبا بك أخويا. شكرا رشيد، يعني ألهمتنا يعني بكثير من المعارف. الله يخليك. نشكرك ونشكرك الرب. أمين أمين، شكرا لك أخويا. وأنت مغربي؟ الأصل ديالي مغربي. مرحبا بك، مرحبا بك، شرفتينا. شكرا شكرا. كنت من قبل كنت نحاول نتصل بالبرنامج، ولكن يعني تقريبا لان هناك ضغوطات على التليفون ما كانش مسموح. صح صح، احيانا كثير كيكون اتصالات كثيره وكيكون من الصعب ان ناخذ كل الاتصالات، لكن على العموم هذه ميزه جيده. هذه شكرا شكرا، نشكر الرب. نعم، هل البرنامج ساهم في أي شيء في تغيير بعض الأشياء في حياتك، في منظورك، في ما كنت تعرفه من قبل؟ أو لأنه أنا شايف حتى من كلامك يمكن مسيحي، تقول نشكر الرب وهذا الأمر. عبرت عن المسيحية أخ رشيد، عبرت عن المسيحية. من إمتى؟ أنا كنت أتابع برنامجك من تقريبا من 2007. نشكر الله من قبل أجل. كان عندي فراغ روحي. نعم، وكانت هناك بعض الأشياء التي لم أكن أعرفها الصراحة. نعم وهذا عادي طبيعي. لأن كان فيه غموض وكان فيه تقريبا تدليس، ويعني وكان فيه يعني نحن لا نعرف الحقيقة. صح صح صح، هناك غموض يعني خصوصا حول الإسلام وحول حياة، وبالخصوص حول حياة محمد. نعم صح، كان في غموض، ولكن يعني بفضل يعني الرب، يعني بخصوصا يعني برنامجكم وبرنامج أبونا زكريا، استطعت يعني واستطعنا أن نكون يعني رؤية صحيحة عن الإسلام، وأن نرى في الجهة الأخرى ما هي المسيحية. شكرا لك أخ مصطفى، يعني كلامك واضح وفي الصميم، وهذا هو غرضنا. نحن نعطي للمسلم البديل،
ونشرح له ما توصلنا إليه عن الإسلام بدون يعني أي حزازة، بدون أي شيء. حبي للمسلمين لا يتصور، وحبي للمغاربة بالأخص لأنه أنا مغربي الأصل لا يتصور. لكن في العقيدة لا يجب النفاق ولا المحاباة ولا المجاملة، لأن هذه أمور ما فيهاش الضحك. صحيح، ما فيهاش الضحك، وخصوصا يعني خصوصا بالناس، بخصوص الناس المثقفون يعني. صح. يعني عندهم ثقافة وعندهم تعليم يعني بالخصوص، لأن يجب عليهم أن يفتحوا يعني عقولهم ويفتحوا بصائرهم. يا ريت ومع هذا الوقت ديال الانترنت وديال الفضائيات الإنسان راه مابقاش عنده عذر، لازم يقلب على راسه. صحيح بخصوص الموضوع اليوم يعني. نعم. الموضوع جيد جدا، ويعني المفهوم الولاء والطاعة في الإسلام يعني هذه أداة من أدوات يعني الإيديولوجية السياسية للإسلام، لأن الإسلام ليس هو بدين ولكن هو إيديولوجية سياسية. ممتاز. لها أهداف. صح. وهي الأهداف دنيوية، وهي الاستحواذ على أراضي الآخرين، أموالهم، نساءهم. صح كلامك مدروس وينم عن معرفة، ويعني تقول بإتقان. أشكرك أخي مصطفى، يعني أنت فرحتينا ويعني شرفتينا بالمكالمة ديالك. شكرا أخي رشيد. شكرا. يعني عندنا اتصالات كثيرة، كل مرة سأخذ اتصالات أكثر، سأحاول هذا اليوم أخذ أكبر عدد من الاتصالات، لأنه البعض يشتكي لأنه البرنامج لا يأخذ ما يكفي من الاتصالات. سأحاول أن أغير هذا الأمر بحسب الإمكان. طيب، الأدلة القرآنية، نحن أيضا في الأدلة القرآنية شفنا أنه سورة الممتحنة في بدايتها في الآية 4 أيضا هناك، وشفنا آل عمران 28، الآن المجادلة 22، سورة المجادلة 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني المسلمون، حاول الكتابة على هذا الحاسوب بأصبعي، صعب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر من المسلمين، يعني يوادون، الموالات، يوادون من حاد الله ورسوله. لا ينبغي أن يكن المودة أي مسلم لمن حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم، حتى لو كان أبوه أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، كان أبوه، ابنه، أخوه، من عشيرته، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هؤلاء الذين لم يتخذوا آباءهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم أولياء بسبب أنهم كفار، هؤلاء أيدهم الله بروح منه، الله مأيدهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعني هؤلاء هم حزب الله الذين لا يتخذون الكفار أولياء، حتى لو كانوا آباءهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم، هؤلاء هم حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ماذا يقول الطبري في تفسير المجادلة حتى لا أفهمها من عندياتي؟ يعني جل ثناؤه بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد يا محمد قوما يصدقون الله ويقرون باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وشاقهما وخالف أمر الله، يعني كلهم كفار، ونهيه، ولو كانوا آباءهم، يقول ولو كان الذين حادوا الله ورسوله آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تعالوا أحكي لكم قصة المجادلة. قصة المجادلة مأساة، وهذا يوضح خطورة عقيدة الولاء والبراء. المجادلة 22، أطلب من كل مسلم أن يذهب لوحده في جوجل ويبحث عن تفسير سورة المجادلة الآية 22، اقرأ أي تفسير، خاصة تفسير ابن كثير لأنه يوضح أكثر، لكن لو وجدت الطبري حاول تقرأ هذا الأمر وقرأ مفسرين آخرين. تفسير ابن كثير للمجادلة 22 يقول: وقيل في قوله تعالى ولو كانوا آباءهم
نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر. أبو عبيدة في معركة بدر قتل والده. عقيدة الولاء والبراء، لاحظوا أنه كيف تصل العداوة والبغضاء بابن أن يقتل والده، وهذا من صحابة، من كبار الصحابة، من صحابة محمد. أي شخص من أصحاب المسيح، من حواري المسيح، من تلاميذ المسيح قتل أباه؟ أعطوني تلميذ واحد من تلاميذ المسيح قتل أباه. أبو عبيدة صحابي، ومدحه القرآن في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، يعني نزلت فيهم هذه الآية بحسب المفسرين، بل يقول عنهم القرآن أيدهم بروح منه، اللهم أي يؤيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار بسبب هذا العمل، خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله. أبو عبيدة من حزب الله الذين أيدهم الله بروحه، لأنه قتل والده يوم بدر، وكان القرآن يقول له برافو برافو يا أبا عبيدة، أنت طبقت الولاء والبراء بحذافيره، لك الجنة تجري من تحتها الأنهار، يا أبا عبيدة قتلت أباك يوم بدر. أو أبناءهم في الصديق، يعني أبو بكر في الصديق، هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن. أبو بكر كان على وشك أن يقتل ابنه عبد الرحمن. أو إخوانهم، يفسر طواري الآية، يمضي في تفسير الآية، في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ. في بدر مصعب بن عمير قتل أخاه في بدر، أيضا القرآن يصفق له ويمدحه. أو عشيرتهم، في عمر قتل قريبا له عمر بن الخطاب يومئذ أيضا. وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، فالله أعلم. تفسير ابن كثير يعني يقول المجادلة نزلت في أناس قتلوا أقاربهم، والله مدحهم في هذه الآية وقال بأنهم فعلا طبقوا الولاء والبراء بحذافيره. خلينا أخذ الأخ محمد من العراق. مساء الخير أستاذ رشيد. مساء النور، أهلا بك. شلونك أستاذ رشيد عزيزي؟ الله يخليك الله يخليك، تفضل. يحفظك الرب أستاذ رشيد. شكرا لك. الولاء والبراء هذه تعاليم محمد زرعها بالمسلمين، مستحيل يكون هذا كلام إله. الإله الحقيقي يشرع الحب والمسامحة. صح. هل من المعقول أن يبعث الله رسول يشجع على الكره والحقد والقتيل؟ هذا إله محمد وليس الإله المطلق. نعم. وأكو مثل عند المسلمين يقول أستاذ رشيد: الإنسان يحصد ما يزرع. صح. والمسلمين حصدوا ما زرع محمد بينهم من عهد الخلفاء، الكره والحقد بينهم ولحد الآن، فكيف لا يتوارث المسلم الحقد؟ نعم. على الديانات الأخرى. نعم. إذن في الآن نرى جماعات إسلامية والناس يتعجبون، هذا ليس من الإسلام في شيء، انظروا داعش، انظروا جبهة النصرة، انظروا مثلا القاعدة في العراق، انظروا. لا، يعني واحد تعلم الولاء والبراء، هذه نتيجة طبيعية للولاء والبراء. أنا بالنسبة لي الجماعات الإسلامية أكبر مطبق لعقيدة الولاء والبراء. نعم أستاذ رشيد، أنا أقول أستاذ رشيد أسمح لي. نعم. أنا أقول إذا كان دين محمد هو الدين الصحيح وهو دين الحق، لماذا ليش ما يبعث الله، ليش بعث الله الرسل والأنبياء؟ يكان يبعث محمد ويكون دين واحد لله، يكون دين الإسلام. إذا هو الدين الإسلامي هو الدين الصحيح وهو الدين اللي يريد رب العالمين الرب، ليش يبعث محمد؟ علي من العفو يبعث رسول، يبعث محمد. أستاذ رشيد أوجه كلامي لكل مسلم، أقول له ليش تعيش حياتك على وهم الإسلام؟ يعني مثل ما عاش أبانا وأجدادنا، لا تخسر شيء عندما تفكر وتبحث عن الحقيقة، ولكن تخسر كل شيء عندما تكون مصر على طريق عقلية أبي وأجدادي. نعم. هم لم تكن لديهم الفرصة للتفكير والبحث، عاشوا وماتوا على وهم الإسلام. صح. بفضل العلم والتكنولوجيا والفضائيات والإنترنت أصبح من السهل أن تكتشف حقيقة الدين الإسلامي المزيف. صح. أشكرك أخي محمد. نعم، أشكرك. أشكرك أخي محمد على هذه المشاركة. أخذ الأخ أبو ياسر من المغرب، أهلا بك.
أخ أبو ياسر تفضل. ألو. ألو تفضل أخي. السلام عليكم. السلام أخويا. سخرت رشيد. الحمد لله. لاباس؟ لاباس بارك الله فيك. أولا كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. العفو. تعلمت بزاف الحوايج. تعلمت من جوج الحوايج مهمين هي حقيقة الإسلام. نعم. وجعل المسلمين للإسلام. صح. المسلمين لا يعرفون الإسلام بتاتا. نعم. البعض منهم يعرف لكن الغالبية العظمى هم اللي كيجاهدوا في الجهادين السلفيين هم الوحيد اللي كيعرفوا الإسلام على خصوص ديالنا. صح. أنا كنشكر بزاف على البرامج لأن تعلمنا بزاف بزاف الحوايج. العفو أخويا أبو ياسر. وأنا يشرفني اتصالات من ناس فاهمين مثلك ويشرفني أكثر أنهم مغاربة لأن هذا يفرحني أن أبناء وطني الآن يدركون حقائق. إحنا جيرانكم تدكري ورانا قريب منكم. هي عبدي. هي عبدي. لا مش عبدي لا من فوق شمال شاوي. زين الشاوية. أسيدي مرحبا بك. أخويا سي أبو ياسر مرحبا بك وشكرا على هذا الاتصال في الحقيقة يفرحني. كنشكر بزاف على هذه المعلومات اللي خديتها على البرنامج ديالكم وكنتمنى ان شاء الله نتقابل بكم ان شاء الله. شكرا شكرا أخي شكرا. هناك شيخ آخر اسمه الشيخ أبو إسحاق الحويني شيخ سلفي مصري معروف سيشرح عقيدة الولاء والبراء إضافة إلى الأدلة التي قدمتها في هذه الحلقة وهناك أدلة أخرى من السنة وسأناقش بعض الأمور الأخرى لكن نشوف في الأول الشيخ أبو إسحاق الحويني. ثم فصل ربنا تبارك وتعالى في الآيات بعدها معنى الولاء والبراء فقال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ده الولاء. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هو ده البراء. لا تأمن لأن المسألة كلها الآن قائمة على تحطيم هذا الرابط بين المسلمين وتوهين البراء من الكافرين. وإيه المذهب الإنساني الجديد السائد في العالم النار؟ مذهب الإنساني قائم على محو هذه العقيدة. عقيدة الولاء مبنية أساسا على المحبة لله وفي الله. وعقيدة البراء مبنية على البغض في الله ولله. فهما ضدان لكنهما من كمال الإيمان ولا يوجد محب إلا وهو باغض محب لله يبغض ما يضاد ذلك. وقد نهانا الله عز وجل في آيات كثيرة في القرآن أن يكون بيننا وبين أعدائه ولاية وود فقال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وهذه من أشد آية في القرآن إلا أن تتقوا منهم تقاد. دي الحالة الوحيدة كافر ومتعجرف وانت ضعيف تتقي تقاه تعمل حاجة كده تخلص منه تتقيه بأي نوع من أنواع التقية المشروعة
لا يتخذ المؤمنون الكافرين، أي لا ينبغي لهم، لا ينبغي لهم. فهذا مسألة الولاء والبراء ده أصل الدين، ضياع هذه المسألة ضياع الدين جميعا. لا يستطيع المرء أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، والمسألة دي كلها مبنية أيضا على الولاء والبراء. إذن الولاء والبراء ده أصل الدين، ضياع الولاء والبراء هو ضياع الإسلام، ونحن بنعمة الله سنضيع الولاء والبراء، سنضيع مبدأ محبة قوم شريحة معينة من الناس وكراهية باقي الناس. لا، نحن سننادي بمحبة كل الناس، سيضيع مبدأ الولاء والبراء وبالتالي سيضيع الإسلام. يعني باختصار الشيخ أبو إسحاق الحويني يقول لي لو تعلم الناس محبة بعضهم البعض بغض النظر عن الدين واللون والجنس ضاع الإسلام. ممتاز، أعطانا الحل. يقول الولاء والبراء هما ضدان ولكنهما من كمال الإيمان. حتى تكون مسلم كامل مؤمن كامل ينبغي أن يكون لديك الولاء والبراء. الأدلة القرآنية سأكمل، المؤمنون أولياء بعض، في سورة التوبة الآية 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله إن الله عزيز حكيم. أنا ما عنديش مشكلة أن المسلم يحب المسلم، عادي. أنا عندي مشكلة أنه هناك إله يأمر شريحة معينة تحب أهلها من نفس الشريحة وتكره باقي العالم، هذه هي المشكلة. وعنديش مشكلة، ليس لدي مشكلة أن تكره فكر معين، عقيدة معينة، لأن الفكر فكر، أفكار، أنا ممكن أكره فكرة، لكن عندي مشكلة أن تكره الإنسان كيفما كان هذا الإنسان. إذن ينبغي أن نحدد، أنا عندي مشكلة مع كراهية الإنسان للإنسان. الأدلة القرآنية كثير، النساء 144، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. سورة التوبة 23، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، لاحظوا، وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ما تأخذش أبوك يصير مقرب ليك لو كان كافر، حرام شرعا. لا تتخذوا، نهي قرآني، أبوك لو كان كافر ممنوع تكون قريب منه يا مسلم، أخوك لو كان كافر ممنوع تقربه منك، بمعنى تكن له المودة، لازم تكن له البغض والكراهية والعداوة، حتى لو كان أبوك، حتى لو كان أخوك. لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هتصير ظالم بالقرآن، تصير ظالم لو أحببت أباك الكافر. أبوك المسلم ده مسألة تانية. افترض أنه واحد أبوه صار ملحد، ينبغي أن يكره ابنه، ترك الصلاة، صار تارك للصلاة، ينبغي أن يكرهه ويبغضه. فإذا لازم يكون هذا الأمر واضح. خلينا أخذ الأخ أبو يحيى من العراق. أخ أبو يحيى تفضل. مساء الخير، كيف الحال؟ مساء النور، أهلا بك أخي. أشكرك على هذا، ولا يجوز أن إنسان يبقى المؤمن، هذا حقا، ولكن أظن أن
يعني القتل قهوا من البغض جاء في سفر العدد 31 يقول على 17 فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال واقتلوا أيضا كل امرأة ضاجعة رجل. فالأطفال في كتابك المقدس والنساء تقتل فأهون من البغض، لو أبغضتهم ولم تقتلهم أهون يكون. طيب يا أخ أبو يحيى هدي معايا الأمر. في من في سفر العدد انت عارف الصراع كان مع مين وبين مين ولا واخد الآية ومش عارف؟ نعم القرآن على المديانيين. نعم طيب. وقال الرب لموسى طيب. بسبب الصراع إسرائيل. الصراع كان على ماذا؟ على ماذا؟ على مكان انتقام للرب حتى ينتقم على الله يحتاج الانتقام. لا 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 استنى 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 لا 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 يا أخ أبو يحيى أنت تعمل الآن بمبدأ أنا عندي كراهية وعندي بغض، تعال نشوف كتابك. لا، وهذا لا يحل المشكلة، سيبقى أنه في القرآن هناك بغض وكراهية، أنت لم تحل المشكلة القرآنية، هذا أول شيء. فهذا مبدأ خاطئ في النقاش، تعال شوف الكتاب المقدس حل المشكلة. أنت عندك مشكلة الآن حلها، لأنه لو أثرت هذه المشكلة أنت تثير موضوع آخر، فقط تفتح موضوع آخر للهروب من الموضوع الأصلي، وهذه ليست طريقة في النقاش. سفر العدد يا أخي، وشعب الله كان يحارب مع 7 شعوب مجاورة، مشكلتهم باختصار كان صراع على الأرض، إما أن أكون أو لا أكون، إما أن تقتلني هذه الشعوب أو أقتلها، يعني حق الدفاع عن النفس. وحصل في زمن معين في وقت معين وأمر لشخص معين ولن يتكرر، أعتقد هذا الأمر مفهوم. العنف القرآني الموجود في سورة التوبة مثلا ضد اليهود والنصارى أهل الكتاب هو أمر ليس لمحمد في وقته وزمنه، بل هو أمر للمسلمين أن يمارسوه على مر العصور مع كل الكافرين، وليس بسبب الأرض وليس دفاعا عن النفس، هو لإجبارهم حتى يكونوا تحت الإسلام، تحت راية الإسلام، ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الدليل أن شعب الله لم يذهب لشمال إفريقيا، كان يحارب الشعوب المجاورة اللي عنده معها مشكلة، لم يذهب لمصر ويحتل مصر، لم يذهب للعراق ويحتل العراق، كانت المشكلة في جزء محصور، إما أن أكون أو لا أكون، وهذا حق مشروع لهم. تفضل جاوبني على الكراهية والبغضاء التي توصى بأمر إلهي من القرآن. شايف لما نيجي للجد تختفي المكالمة. أتمنى تعاود تتصل حتى تجاوبني على مبدأ الكراهية الموجود في القرآن. الأخت سناء من أوروبا، أهلا بك. أهلا بك أخ رشيد. أهلا. أول شيء أنا حابة أشكرك بزاف على البرنامج التنويري، راك فتحت لينا عيوننا بزاف بزاف بزاف. شكرا أختي سناء. وأنا كمغربية فخورة بك على الجرأة ديالك وعلى الطريقة اللي كتناقش بها الأمور وكتحلل بها الأمور. العفو. شكرا لك بزاف. استمر استمر استمر. شكرا أختي. وأنت دابا فين وصلتي؟ بصراحة مازال ما تعمدتش، كنتمنى نتعمد في القريب العاجل. وهل كان لينا أي دور؟ احنا يشرفنا يكون لينا دور في الحقيقة. أكيد أكيد أكيد، أنا من 2008 وأنا متابعاكم. نشكر الله. 2008 خديت القرار، الشكر للرب. ربي يكون معاك أختي سناء، شكرا لك وربنا يكون معاك. وحتى أنتم يعني فخر لينا من اللي كنشوفوا النتائج لريزولتا، كيكون عندنا واحد الفرح تحنا. أكيد أكيد أكيد. بارك الله فيك أختي سناء. قدرت معاك وفرحانة بزاف. بارك الله. وكنت من أتواصل معاك. وخلل. استمر أخ رشيد استمر. شكرا شكرا. برنامج جاب نتائج. آمين آمين. شكرا أختي سناء بارك الله فيك.
سأكمل شرح بعض الأشياء لأنني متأكد أن هذا الموضوع سيثير بعض الأمور الأخرى، فينبغي أن أتم الموضوع من جميع الجوانب. يعني لو رجعنا للآية في سورة التوبة تقول لا تتخذوا آباءكم، يفسرها الطبري يقول تعالى ذكره للمؤمنين به ورسوله لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم بطانة. البطانة هي بطانة التوب، هي الشيء القريب من الجسد، بطانة مقربين، بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم، يعني ما يكونوش مقربين منكم. حتى لو كان والدك أو حتى لو كان والدك أو أخوك وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله وتؤثرون المكث بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام، يعني لا ينبغي أن تمكث بين ظهرانهم. الأدلة القرآنية أيضا مشهورة، هذه الآية في المائدة 51 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أصدقاء بعضهم أصدقاء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الأدلة كثيرة من الحديث، سأمر بعجالة على الحديث لأنه هناك في القرآن ما يكفي. إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، تحب في الله المسلمين تبغض في الله الكفار. الحديث في صحيح مسلم أن الله إذا أحب عبدا، لاحظوا معايا كيف يتم المحبة والبغضاء، أن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل. جبريل ما عندوش يعني مشاعر، هو جالس، الله يقول له أنا أحب فلان حبه، فجبريل يحبه. ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، جبريل ينادي يعمل آذان في السماء يا جماعة الخير الله يحب فلان أحبه، فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض، أو القبول عفوا، يوضع له القبول في الأرض، يعني يصير هذا الشخص محبوب. من الذي أنزل المحبة في الأرض؟ له الله، لأن الله أحبه، أمر الملائكة بأن تحبه، ثم نزلت المحبة في قلوب البشر له. وإذا أبغض عبدا عمل العكس، دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، وجبريل ما عنده تم مشكلة مع هذا الشخص، ولكن جبريل بما أن الله أمره أن يبغض فيبغض. قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذا في صحيح مسلم، هذا حديث صحيح في كتاب البر والصلة والآداب، باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. يعني الله ومزاجه، يحب واحد ويقول لجبريل حبه، جبريل يقول للملائكة حبوا، ثم الملائكة ينزلوا محبة في قلوب البشر والبشر يحبوا. الله يبغض الآخر، ابغضه يا جبريل، جبريل يأمر الملائكة ابغضوه لأن الله أبغضه، والملائكة ينزلوا البغضاء بين البشر. يعني هذا إله جاء، يعني هذا إله يريد أن يفرق بين الناس، يبغض شخص يكره شخص وينزل في قلوب الناس البغضاء له، وهذا إله يشتغل على الفتنة بين الناس. الأدلة من الحديث، قال رسول الله المرء مع من أحب، يعني مع من تحب، ولذلك المسلم مأمور بأن يحب فقط المسلمين حتى لا يحشر مع الكافرين، فإذا هو مع من أحب، ينبغي أن يحب المسلمين فقط. صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب. طيب العكس في المسيحية، أول شيء الله محبة في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الرابع الآية 8، ومن لا يحب بالإطلاق، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. أول شيء في الإسلام أن الله يبغض شريحة ويحب شريحة، يبغض الكفار ويحب المسلمين، ويأمر المسلمين بالتأسي به بالاقتداء به، مثل ما أنا أحب فقط المسلمين أحب أنتم فقط المسلمين. في المسيحية الله محبة يحب الكل، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. يقول يوحنا في رسالته الأصحاح الرابع والآية 11، أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا، محبة
عظيمة ومحبة شاملة، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا، يعني نحن نتعلم من الله، بما أن الله أحبنا بهذه الطريقة علينا أن نحب بعضنا بعضا بهذه الطريقة. ثم يقول يوحنا: إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، يعني من الله، أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. لو كنت تحب الله ينبغي أن تحب الأخ أيضا حتى لا تكون متناقض مع نفسك. هذه تعاليم المسيحية. قد يقول قائل: يحب بعضنا البعض ربما عن المسيحيين فقط. لا يا سيدي، يوحنا، إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث آية 16: لأنه هكذا أحب الله العالم. لا موالاة، لا ولاء ولا براء، لا ولاء ولا براء. الله أحب العالم أجمع، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. من هذه العقيدة أن المحبة لا تكون فقط للذين يحبوننا. الإسلام والمسيحية لا يلتقيان حتى في المنبع. المشكلة مش مشكلة صلب ومش صلب وألوهية مسيح ومش ألوهية وتالوت وهذا الكلام، لا لا لا، المشكلة أعمق. المسيحية منظور تاني والإسلام منظور آخر. ويكذب من يقول أنه حصل تحريف. هل حصل تحريف في المحبة؟ يعني كانت المسيحية قابل تحريفها، تعلم الكراهية مثل الإسلام، تعلم الولاء والبراء، لكن المسيحيين حرفوها فجعلوها كلها محبة. هذا مستحيل، يعني الأصل المنبع كله مختلف، وهذا يدل على أنه ولا مرة المسيحية كانت مثل الإسلام. وكما تريدون، يقول المسيح: وكما تريدون. هذا المبدأ الذهبي الذي قامت عليه حتى الحقوق في أوروبا وفي أمريكا بناء على هذا المبدأ: وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. يسمى الجولدن رول. الجولدن رول يعني المبدأ الذهبي. وإن أحببتم الذين يحبونكم، لو فعلتم مثل المسلمين. المسيح يقول: لو أحببتم الذين يحبونكم بينكم فقط فأي فضل لكم، أي فضل لكم يا مسلمين إن كانت المحبة فقط للمسلمين. يقول المسيح لكم: فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم، الذين يسكرون في البيران، الذين يقامرون، الذين كل شلة تحب بعضها البعض. يعني لم يأتي محمد بجديد، العصابات تحب بعضها البعض. وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبون. وإن أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا. ثم يعلم في إنجيل متى بطريقة مختلفة لكن نفس المبدأ، نفس الجوهر: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. المسيح حتى يوصي على محبة الأعداء: باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. العكس، الإسلام يقول أبغضوا إلى محسنين إليكم. يعني يذهب الشخص إلى أوروبا، أوروبا تحسن إليه، تعطيه الفيزا، وربما تعطيه منحة للدراسة، وربما تعطيه الدواء، وتعطيه فلوس البطالة، وتعطيه، تحسن إليه ويبغضها. الإسلام يعلمك أن تبغض حتى من أحسن إليك لو كان كافرا. المسيحية تعلمك أن تحسن حتى إلى من يبغضك. العكس، المسيحية والإسلام ضدان، ضدان. فهل هذا معقول أن المسيحية كانت تعلم مثل الإسلام ثم حرفها المسيحيون؟ كانت تعلم أن تبغض من أحسن إليك لو كان كافرا؟ مستحيل. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه. لاحظ التشبيه الرائع، فإنه يشرق شمسه. الله يعطي شمسه للأشرار والصالحين،
الله لا يمسك الشمس على الأشرار ويمطر على الأبرار والظالمين، يمطر على الجميع. المطر لما ينزل يمطر على الخير والشرير، وعندما تشرق الشمس تشرق على الجميع. فيقول أنه لكي تكونوا أبناء أبيكم، لكي تشبهوا الإله الذي وصفت لكم أو جسدته لكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، حتى تشبهوه. ولذلك أنا حطيت هذا الـ 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 يعني الجدول، هذا الإسلام وهذه المسيحية. الإسلام يعلم أن الله يحب المسلمين ويبغض الكفار، إذن النتيجة المسلم يحب المسلمين ويكره الكفار تمثلا بصورة الله عنده. النتيجة إنسان مليء بالكراهية لكل غير مسلم وربما لكل ليس من طائفته، إنسان إقصائي وإنسان منافق، يعني عندما يكون أقلية ينافق وعندما يكون أغلبية يظهر العداوة والبغضاء. النتيجة الأخرى، عندما نعلم طفلا الله محبة وأن الله يحب الجميع مؤمنين وغير مؤمنين، النتيجة أنه سيكون مسيحي يحب الجميع تمثلا بصورة الله عنده، لأن الله عنده محبة. النتيجة إنسان محب، إنسان مسامح، إنسان يقبل الناس بمختلف أديانهم. إذن هذا هو الفرق. عندما نريد أن نناقش الفرق، المسيحية تنتج لك مواطن صالح، مواطن يحب كل الناس، مواطن يريد أن يقدم الخير للجميع، يضحي مثل ما ضحى المسيح، يغفر للناس مثل ما غفر المسيح على الصليب، قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إنسان يعني يحاول أن يساعد ولذلك قامت البعثات المسيحية عبر التاريخ عبر العالم ببناء المستشفيات، وكانوا يقبلون المؤمن وغير المؤمن، وإلى اليوم لذلك قاموا بالمنظمات مثل الصليب الأحمر ويساعدون المؤمن وغير المؤمن دون تمييز بناء على هذه العقيدة. وأيضا أنشأوا المدارس ويقبلون حتى المسلمين، يقبلون حتى المسلمين ويساعدونهم وكل شيء. لا لي شيء يا سيدي، كن مسيحي ولا تكونش مسيحي، آمن ولا لا تؤمن، يقدمون المساعدات للجميع دون تمييز. بناء على ماذا؟ بناء على أن الله محبة والله يحب الجميع ودون تمييز من الجميع. بينما المسلم يقول أنه أموال الزكاة لا ينبغي أن تصرف على الكفار وأنه كذا وأنه كذا، وينبغي أن الولاء للمسلم والبراء من الكفار، وينبغي أن نحب المسلمين فقط ونتخذهم أصدقاء، بينما الكفار ينبغي حتى لا تعيد عليهم، لا تشاركهم في أعيادهم، لا 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 لا. كل هذه الأمور خرجت من رحم عقيدة الولاء والبراء. فلا نستغرب إذا كان لدينا مثل داعش، مثل هذه الحركات الإسلامية، فهي نتيجة طبيعية لهذه التعاليم التي نغرسها في أبنائنا من المدارس، في الجوامع، في المساجد، في خطب الجمعة، في الكتب. فلدينا مجتمعات مريضة بالكراهية، كل شيء أنه الغرب الكافر واليهود والنصارى، هذا وليد عقيدة الولاء والبراء. أشكركم لمتابعة هذه الحلقة، أشكر كل الذين اتصلوا، اعتذر للمكالمات التي لم أخذها، ابعثوا إيميلاتكم واذهبوا للفيسبوك، موقع الفيسبوك مهم جدا، شاركوا فيه وحطوا تعليقاتكم على الحلقة. إلى اللقاء والرب يبارككم.